وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب. سعادة النائب، بداية نرحب بك ونود أن تطلعنا عن حصاد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس. مساء الخير. طبعا العمل كان عمل دؤوب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس. أعتقد أن اللجان قامت بدور كبير جدا، اللجان المختلفة للمجلس، والدليل على ذلك أن هناك أن عدد الجلسات المجلس بلغ 31 جلسة. خمس جلسات من هذه الجلسات كانت عن طريق يعني تباعد إلكترونيا، وأيضا هناك عدد من اجتماعات هيئة المكتب بلغ 21 اجتماع لهيئة المكتب. طبعا هذا يدلل على أن هناك حرص وتواصل من قبل هيئة المكتب مع سير عمل المجلس وجلسات المجلس بشكل أسبوعي. أيضا كما أن عدد البيانات التي صدرت من المجلس كما تعلمون بلغ 29 بيانا، وهي كلها تصب في قضايا متابعة من قبل المجلس ومن قبل أعضاء وكتل المجلس. أيضا عدد الموضوعات الواردة إلى المجلس بلغ 481 موضوعا، وكمان موضوعات التي وافق عليها مجلس النواب كما ذكر تقريركم بلغت 320 موضوعا، وهذا يدل على العمل الكبير الذي قام به المجلس خلال فترة محدودة. أيضا هناك العديد من المراسيم والمشاريع والاتفاقيات التي تمت مناقشتها من قبل المجلس، وأيضا تم التوافق حول بعضها مع الأخوة في مجلس الشورى، وأحيلت بذلك إلى الحكومة على شكل 28 مشروعا. سعادة النائب، هل لك أن تطلعنا على أهم الموضوعات والقوانين التي استعرضها المجلس خلال الدور من أبرزها؟ طبعا المواضيع المهمة في هذا المجال طبعا هي اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة. أيضا الاقتراحات بقوانين تتعلق ب يعني قضايا الطفولة وقضايا المتعلقة بالقضايا الحقوقية أيضا، والتي عملت اللجنة التشريعية عملا استثنائيا فيها. كذلك لجنة الشؤون الخارجية والأمن أيضا عملت العديد من المواضيع المتعلقة بالمقترح بقانون أو المرسوم بقانون المتعلق بالتطوع، هذا أحد القوانين المهمة. أيضا لجان مثل لجان المرافق ولجان الخدمات أيضا قامت بدور استثنائي أيضا في العديد من المقترحات المتعلقة بشأن الخدمي والمرافق. اللجنة المالية أيضا اطلعت بمواضيع مهمة أيضا، من بينها طبعا كما تعلمون مواضيع تتعلق بالحساب الختامي للدولة، وأيضا يعني حسابات متعلقة باحتياطي الأجيال. وأيضا قامت اللجنة أيضا بمقترحات يعني بتقديم مقترحات تمت الموافقة عليها من قبل المجلس تتعلق بالشأن المالي، وأيضا الموافقة الكبيرة التي تمت عليها قام عليها المجلس بالتوافق مع الحكومة الموقرة من خلال دعم الإجراءات المالية الداعمة لتوجهات الدولة في مكافحة وباء كورونا. وتعلمون أن هذه مثلت مفصل مهم ونوعي في العمل الحكومي المشترك مع مجلس النواب، وبالتالي هناك حالة من الارتياح العام في الشارع لدى المواطنين من العاملين في القطاعات المختلفة الخاص والعام، وأيضا لدى القطاع التجاري نتيجة هذا القانون الذي أقرته اللجنة المالية ووافق عليه مجلس النواب بالإجماع أو هذا المرسوم. طبعا هذا شيء غير منسيط طبعا، لان هناك الكثير من القوانين التي يمكن ان تسرد، لكن الوقت لا يتسع في هذا الجانب. إذن سعادتنا بلا شك يعني هناك موضوعات قادمه سيتم طرحها ان شاء الله على طاوله لجان مجلس النواب خلال الدور القادم، الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس. ان كان بالامكان نود ان توافينا بها بايجاز ان تكررت. بالطبع بإيجاز، يعني هناك العديد من المواضيع المنتظرة مناقشتها في الدور الثالث القادم، وهي طبعا مواضيع تتعلق أهمها أيضا القضايا المتعلقة بالجانب المالي. لا ننسى أن لدينا الميزانية العامة للدولة سوف تكون أحد المواضيع المحاور المهمة
في مناقشات الدور الثالث القادمة، وهي الميزانية القادمة إن شاء الله سوف تكون ميزانية مهمة نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية في المنطقة وفي العالم وفي البحرين تحديدا، وسوف تكون مناقشة قريبة جدا من واقع البلد والبحرين المالي والاقتصادي، ونحاول قدر الإمكان أن نخرج بتوافقات مع الحكومة الموقرة على هذا الأساس. وأيضا هناك لجانب ذلك هناك تقارير مهمة أيضا سوف تصدر عن المجلس تتعلق بقضايا تشريعية ورقابية ومالية، ومن بينها لكي لا ننسى أيضا تقارير اللجان لجان التحقيق، حيث أن هناك الآن لجنتي تحقيق تعملان، وهما لجنة تحقيق لمعايير توزيعات الإسكان، وأيضا لجنة التحقيق الثانية الأخرى المعنية بمناقشة الركود الاقتصادي والعقاري في البحرين. وهذه التقارير سوف تطرح للمناقشة في المجلس القادم أو في الدور العقاري الثالث القادم. وسوف تكون لها أصداء تتعلق بالجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، وبالإضافة طبعا إلى تقارير تتعلق بالخدمات والمرافق العامة للدولة والقضايا المتعلقة بالأمور الأمن والخارجية أيضا. نعم، إذن سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.